السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي مادة الدراسات الاجتماعية. هناخد مع بعض الوحدة الثالثة بعنوان الموارد والخدمات في بلدنا، الدرس الرابع حقوق الأطفال. بص يا سنة رابعة، بنلاحظ ان بتحرص الدولة ان يتمتع جميع الاطفال بحقوقهم بشكل عادل ودون تمييز، يعني الدولة منحت لكل طفل مجموعة من الحقوق عليه انه يتمتع بها. تعالوا مع بعض نتعرف على ايه هي الحقوق الخاصة بالاطفال. طبعا عندنا مجموعة كبيرة سنة رابعة من الحقوق التي يجب ان يحصل عليها الطفل. من ضمن الحقوق ديت قال لي رقم واحد حاجة اسمها الحق في الاسم المناسب، يعني كل طفل مننا لازم يكون ليه اسم مناسب. وكمان من ضمن الحقوق عندي حاجة اسمها التغذية السليمة. وكمان أولاد حق الطفل في الحماية. يعني إيه الحماية؟ يعني الطفل لازم أنه يعيش في حياة آمنة. ومش بس كده سنة رابعة، أنا عندي مجموعة من الحقوق زي المسكن اللائق، المفروض أن الأب والأم يوفروا لأبنائهم مسكن لائق يعيش فيه الطفل. أيضا المفروض أن هم يحموا الطفل من أي أذى أو اعتداء يتعرض ليه، بالإضافة أن من حق الأطفال التعليم والترفيه. ده بالنسبة لحقوق الطفل. ولو تاخد بالك ان كل الحقوق اللي انا قلت لك عليها من شوية ديت كل الأديان السماوية التي وردت في المواثيق الدولية والمحلية اكدت على هذه الحقوق. مفيش دين سماوي سواء كان الإسلام او المسيحية او حتى اليهودية كلها أيدت هذه الحقوق التي يجب ان يحصل عليها الطفل. ولازم تعرف ان بيتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام. طيب تعالوا كده نتعرف مع بعض عن الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق الأطفال. هنبدأ مع بعض أولا الحقوق الدولية. إيه الحقوق الدولية الخاصة بحماية حقوق الأطفال؟ طبعا الجهود الدولية ديت تم يعني إصدارها في اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الأمم المتحدة، الكلام ده كان عام 1989. طيب إيه هي الحقوق الدولية اللي الطفل بيحصل عليها؟ قال لها مستر تنص على أول حاجة، قال لي حاجة اسمها الرعاية. يعني إيه الرعاية؟ قال لي يعني توفير بيئة للطفل تساعد على نموه وتطوره، ويشمل ذلك توفير المسكن والغذاء والتعليم ووقت اللعب وكذلك الترفيه. ده كله بيندرج تحت حاجة اسمها الرعاية. لازم الطفل يحصل على نمو وتطوير وياخد مسكن لائق وياخد غذاء مناسب وتعليم وكذلك وقت اللعب والترفيه. أيضا بتنص هذه الاتفاقية على الحماية. طيب يعني إيه حماية؟ قالك أن تكون البيئة اللي بيعيش فيها الطفل دي بيئة آمنة بحيث أن الطفل ما يتعرضش لأي مخاطر. برضو من ضمن الاتفاقيات أو الحقوق الجهود الدولية اللي من ضمن الحقوق اللي بيحصل عليها الطفل حاجة اسمها المشاركة، وهو أن يشارك الطفل في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياته. يبقى الطفل لازم يشارك في القرارات اللي بتأثر في حياته. ده بالنسبة للحقوق أو الجهود الدولية. تعالوا نتعرف، عندي سؤال المتفوقين بيقول لك حدد اثنين من الحقوق التي يتمتع بها الطفل المصري، ومنتظر الإجابة في التعليقات. هنتكلم بعد كده عن الجهود المحلية. تعالوا نتعرف عن الجهود المحلية، دي بقى بتبقى خاصة بمصر، خاصة بالبلد نفسها. فبيقول لك ان قامت مصر بمجموعة من الجهود المحلية لحماية حقوق الطفل. طيب بتتمثل في ايه؟ اول حاجة دستور مصر عام 2014. فبنلاحظ ان في دستور مصر كان في مادة رقم 80، المادة دي اكدت على ضرورة حق الطفل في الرعاية، من حق ان هو يحصل على رعاية وتعليم وصحة وغيرها من الحقوق الخاصة به. من ضمن الحقوق أو الجهود المحلية برضو سنة رابعة حاجة اسمها قانون الطفل المصري. قال لي مستر إن الدولة وضعت قانونا يتضمن مواد تشير إلى حقوق الطفل المصري وحمايته من أي نوع من أنواع التمييز. برضو ديت من ضمن الجهود المحلية. ومن ضمن الجهود المحلية حاجة اسمها خط نجدة الطفل، وده رقمه 16000. طيب ايه الغرض من الخط ده، او ليه الدولة خصصت الرقم ده او الخط ده؟ قالك للإبلاغ عن الحالات التي يتعرض فيها الأطفال للعنف او انتهاء حقوقهم. يعني اي طفل يتعرض لعنف عليه ان هو يتصل بالرقم ده والدولة هتقدر ان هي تحميه. تعالى بقى سنة رابعة نخش مع بعض على شق اخر من الدرس، وهو حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو ممكن يكون عنده مشكلة صحية وحد كفيف، يعني دول بنطلق عليهم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب ايه الحقوق اللي بيحصل عليها ذوي الاحتياجات الخاصة؟ بيقول له مستر تضمن الدستور المصري العام 2014 مواد تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. زي ايه؟
دي لازم الحقوق دي ياخدوها. قال يا مستر زي التعليم، زي الخدمات لتلبية احتياجاتهم في الأماكن العامة، وكذلك الرعاية الصحية، هم دول الثلاث حقوق اللي يجب أن يحصل عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة. ولازم تعرف أن الدولة بتبذل جهودا عدة لضمان حصول الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم. فلو جالك سؤال وقال لك بما تفسر، تبذل الدولة جهودا عدة لضمان حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم، هقول وذلك لإيمان الدولة بأحقيتهم في الرعاية التي تساعدهم على أن يكون لهم دور في المجتمع. وزي ما احنا شايفين السؤال اللي قدامك صح ولا غلط، اكتب كلمة صواب او خطأ. تبذل الدولة جهودا عديدة لضمان حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة حقوقهم. طبعا الإجابة ايه؟ صواب. طيب انا لسه بقول لك ايه هي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. طب هل انت عندك مثال تقدر تقول لي عليه كان فارق وكان عامل انجازات كبيرة جدا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة؟ طبعا عندنا مثال مشهور جدا ومثال حد عظيم جدا، وهو عميد الادب العربي الدكتور طه حسين. طب تقدري تقولي لي يا ميس احنا ليه بنقول عليه واشمعنى طه حسين بالذات احنا اللي جبناه واعطيناه كمثال من الناس اللي نبغت في من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هنلاحظ ان طه حسين ده استطاع انه يتحدى اعاقة فقد البصر، ان هو كان عنده فقد الايه البصر. بص كده السؤال ده مهم، بيقول لك دلل. يعد طه حسين من النماذج المشرفة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. بيقول لك حيث انه من متحدي اعاقة فقدان البصر، ان هو كان عنده فقد للايه للبصر، ولكن رغم ذلك قام بالحصول على درجة الدكتوراه وحصل على العديد من الجوائز أثناء مسيرته الأدبية، بالإضافة إلى ذلك أنه ألف العديد من الكتب. طيب عندنا بقى حاجة رابعة اسمها واجبات الطفل. انت من اول الدرس انا عمال اقول لك حقوق الطفل والحقوق والجهود الدولية والجهود المحلية وكذلك حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. تعال بقى نشوف هل في واجبات الطفل، يعني زي ما ليه حقوق ليه واجبات. طبعا الاطفال كلهم ليهم واجبات. طب ايه هي مستر واجبات الطفل؟ الطفل سيربع عليه رقم واحد المذاكرة واداء الواجبات المدرسية. طبعا الطفل لازم يذاكر ويؤدي واجباته المدرسية. تاني حاجة مساعدة افراد الاسرة، لازم يبقى ليه دور في مساعدة افراد اسرته، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والقوانين. يعني المدرسة فيها قواعد لازم يلتزم بيها، والقوانين اللي وضعتها الدولة حتى هو كطفل لازم يلتزم بيها. من ضمن واجبات الطفل المحافظة على البيئة التي يعيش بها. يبقى هي ديت واجبات الطفل: المذاكرة ومساعدة أفراد الأسرة والالتزام بالقوانين والمحافظة على البيئة التي يعيش بها. سؤال المتفوقين: فسر أهمية خط نجدة الطفل 16000. ومن خلال الشرح منتظرين إجاباتكم في التعليقات. وبكده سنة رابعة نكون انتهينا من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.